أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورثنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن في بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وفي بيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا. ولكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. رب يخشى للرحمن له شيطان فهو له قليل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءها قال أجئت بني وابنك كل مشرقين فبئس القرين. ولقاكم يوم إذ ظلمتم أنكم بعذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أم تجرح يوم كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينا الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون. وسلم أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يهدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. فأخذناهم بعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أمن خير لهذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. فلما سهرون تقمنا منه فأهرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أهالهتنا خير منه ما ضربوه لك إلا جدلا. بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أملى عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم الساعة فلا تمترن بها. اتبعوني هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى
بالبينات قال فجئتكم بالحكمة ولأبين لكم الأمر الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا بعذاب يوم أليم هل ينظرون إلى الساعة تأتي يوم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعض لبعض العدو للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا جنتكم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا دنيا مالك ليقطع لها ربه قال إنكم لابثون لقد جئناكم بحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا فإنا مجرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون بدونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم فاكشف عن العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاء الرسول المبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم ربش المشرق الأولى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء الرسول الكريم أنتو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم فاسترجموني وإن لمتم يؤوي فاستجيرون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر عبادي ليلا إنكم متبعون وترك الحرهوى إنهم جد مراقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونبات كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ورد وما كانوا منذرين ولقد
أنجنا بني إسرائيل من عذاب مهين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد سماهم على علم العالمين وآتناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلا يقولون هي إلا مبتسمة الأولى وما نحن للمرسلين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير القوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يبلي قول عن ولا شيء شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل الكبير في البطون كعلى الحميم خذوه فاسلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه قرصه من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تفرحون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون بسدس وإسراب متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فقد ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابتنا آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء إلا رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أكفار أثيم يسمعها آيات الله تتلى عليكم ويصر مصرا كأنه اسمها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري فيه بأمره ولعلكم تشكرون واسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يخشون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بمن الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتاب لا ينطق عليكم بحق إنا كنا نستسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وأحرزتم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستهزئون. فلله الحمد رب السماوات ورب رب العالمين وله كبرياء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.